برايك أجزاء تكون من خضر أن توريماي ريماي جمع ريمس جسم وزراعان البودي لبس البودي هورس شو زي حلوة الفرس هورس شو حلوة الفرس يتكون من تو سيرفيسز وتو بوردرز حافتين وسطحين نمسك التو بوردرز واحد أبر أبر بوردر ولوور بوردر كل واحد عليه كلمة مهمة جدا الأبر بوردر كاري كيس عشان المفرد يبقى كارز بتقوله اس كارز كيس يحمل الأسنان اللور بوردر بيعمل البيز اوف ماندبل يكون قاعدة الفك نقول الكلام المصري أو بعدين نشوفه على الايه على الرسم طيب التو سيرفيسز واحد اوتر سيرفيس واحد انر سيرفيس الاوتر سيرفيس هنجد فيه الايه نمرة واحد منتل فورامن الصحبة الزقنية نمرة اثنين منتل بروتيوبرانس النتوء الزقني بروتيوبرانس بروتيوبرانس نمرة التلاتة الأوبليك لاين تفاصيل أخرى نعطيكم منها الإنر سيرفيس هنلاقي فيه المايلو هايويد لاين هنلاقي صفلينج والفصة الحفرة بتاعت الغدة العادية تحت اللسان وصب من دبل الفص الحفرة بتاعت الغدة العادية تحت الفك هنلاقي جينيال تيوبريكلز جينيال تيوبريكلز ده كلوس تو ذا ميدل لاين يبقى السطح الخارجي في منتال فورامنت الصحبه الصدريه في منتال بروتيوبرانس في اوبليك لاين ونحط معاهم حته مهمه اسمها سيمفيسيس بنتاي سيمفيسيس بنتاي هنقوله دلوقتي هتحفظوها معانا دي لو مش مسكت بس الكلمتين الخريطة سيمفيسيس بنتاي اللي هو لأن الفك ده بيتكون من نصين نص يمين وشمال الخط اللي بيمثل امتحان النصين اسمه سيمفيسيس بنتاي ده في السطح الخارجي
اما السطح الداخلي قلنا فيه خط اللاني ميو هيد لاين وحفره فوق منه بتاعه الغده تحت اللسان اسمها سلينجوال فوسا وحفره تحت منه بتاعه الغده تحت الفك اسمها سبلينجوال فوسا ومن جوه بنص زميل الماين عند خط النص جينيا تيوبريكل في دايجستيف فوسا يكسر الفصة حفرة العضلة ذات البطنين كل ده على البطن حافة علوية وسفلية سطح خارجي وسطح داخلي خلص خش على الريمس الريمس ليه أربعة بوردرز واثنين سيرفيسز الاربعه بورتر واحد قمر حافه علويه بنسميها منديبلا نوتش حافه سفليه حافه اماميه حافه الاماميه دي راح تتصل بالاوبليك لاين الخط النائي اللي على الارض الثانيه كونتينيوس از اوبليك لاين هو اللي بيعمل الاوبليك لاين يمتد لهيئه الاوبليك لاين هنشوف الرسمه دلوقتي بوستيريور بوردر حافه الخلفيه هو بيعمل البيز او الانجل بيعمل زاويه الفك الانجل والمندبل فاضل تو سيرفيسز يبقى الريمس في اربعة بوردر في اثنين سيرفيس وحط معاه اثنين بروسيسز يبقى دي حاجة من التو سيرفيسز من التو بروسيسز يعني الخص لك المندبل في صفحه واحده بس لو كتبت ده عندك اكتبه دلوقتي هنشرحه في الرسمه تحفظه معايا بس اكتبه الاول طيب نيجي ليه في التو سيرفيسز السطحين ايه؟ واحد اوتر سيرفيس واحد انر سيرفيس سطح خارجي وسطح داخلي الداخلي هنلاقي فيه مانديبلا فورمن هنلاقي اللينجولا المسنة هنلاقي مايلو هايويد او مانديبلا فروت يبقى مانديبلا فورامن لينجولا مانديبلا جروف تحت اللينجولا التو بروسيسز وكوندايلويد بروسيس
الثايرويد بيحمل الهيد والنك بتوع المندبل.